مش هادي ماشي بليا هادي كاميرا مخفية الهدر وراها لكولية فرغ قلبك شوية في الطاكسي ماشي الحجة هذه ركبت سيارة الأجرة وين سمعت بالخبر اللي يقول نصدر قانون مؤخراً أن المرأة العاملة تخدم بدون مقابل يعني تخدم بلا ما تخلص إيادرة كيفاش يكون ردة الفعل انتاحة هيا شوفوا 2020 الصادر بتاريخ 8 من مارس 2014 والمتضمن إلغاء الأجرة الشهرية للمرأة المتزوجة بحيث تعمل بدون مقابل أما المرأة المطلقة فتسحب من أجرتها نسبة 50% والتي تذهب إلى صندوق التقشف الوطني المستحدث مؤخراً يخدموا يخلصوا ما يخلصوش مليحة كاش من هادية أخا ساعدني أنا نقعد في الدار ساعدك أنت راجل المرأة لا تخدم وما تخلص ما تخدمش على تخدم تريح في الدار هي قاعدة في الدار تعاود تولي تريح في الدار احنا رجال نروحو نخدمو في بلاصتهم والله غير ربحت تسمى دوك انا شهر كومبلي وانا نجبد ومن بعدا ما نخلصش هادي في العافف تخدمي لها ليهم نوض مع الصباح في الفجر في الشتاء والسخانة نقعد انا نغسلو في المعن والحوايج ترايك ميمة والله غير تقولي لي على بال قلبي راهو تزير دوك نحسب هو يخدم وانت تقعدي في الدار واش نقول لك بنتي دوك الا قايمك مليح مليح وانا دوك نقعد في الدار تما نولي انا ما نخدم في الشغل نغسل في المعان نغسل في حوايج يرحم دوك كي تشوفي هاد اليدين يا ميمة ياكلهم ليلا جافيل والبرودوي ايش تحبي مالك عندك الولاد كيفاش واش نحب انا انا على جلابين نسمح في كلش نسمح في الدار نسمح في الراجل في الدراري في كلش نسمح في الراجل نسمح في كلش على جل لابي انا غير لابي ما يدوروا ليش بيها نقعد انا على جل ونقعد معاه باش هو يعطيني الصلاه مالك مالك ما تزعمش ما تزعفيش علاش تزوجتي ما تزعفش ما تزعفش هضري ايوا علاش تزوجتي مالك تزوجت باش نزوج شريلك ماشي مخليك ماشي حاقرك ماشي أنا تحوسي يعني ماشي سكرجي ماشي مسوفج ايه بلا نزيتو هادي بلا نزيتو زوجت بيه باش يقلشني إيه ماشي باش مسح من تروى بلا مزيتو وانتي ماشي على جلابي تسمحي فيه نسمح بها لدي انا ومن بعد انا كيفاش نقعد بلا دراهم إيه هو يجيب واحد اخرى انا ما تسمحش فيه الحجة هكذا وليدي كاين الحجة ياكي تشوفيك نقولك الصح الحجة تبي الدراري ندير له الخلعة انا على جلابي ندير له الخلعة على جلابي لا لا بنتي لا هذه لا لا صح الحجة ديريني بنتك هكذا تقبلي عليا انا لك الراجل قايمها مليح 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 وما يشدهاش تخرج كي تحب ديك البلاصه ما يشدهاش تخرج على روحها ما عندي حاجه انا وتقبلي لي نخدم وما نخلص لا ما تخدميش قعدي في الدار بصح انا لازم نخدم انا ولفت نخدم الحاجه خرجي كيفاش انك تخدمي شغلك زوج ثلاثه خرجي تحوسي ما نخرجش نحوس انا نخرج نعمل في الزنقه انا نحوس على خدمه اللي نجيب بها دراهم هذه صافي ماشي بها راجل على الحاجه ماشي بها الراجل بها الدراهم الدراهم مليح نقولها لك بصح الحاجه شوفي شوفي يدي شوف تقبلي عليا دوكا انايا لي برودوي ولا جافي شوف دوكا راكي فارتي قاع يتكسروا الحاجه دوكا راكي تخدمي شوفي 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 راكي تخدمي برا في الدار ماكيش تخدمي شغلك ما نخدمش انا دايره خدامه انا نقول لك حاجه انا الماشينه لافي حبست لي ايبا هو كان يغسل حوايجو بيديه ما نغسلهم ليش انايا يغسلهم هو بيديه يغسلهم هو بيديه كي ما يقدرش يديهم يديهم ديغريساج ديغريساج بالك انا يديهم عندي ما راسو هذه ما كاش منا يغسلهم بيديه يغسلهم بيديه نقول لك حاجه انا قلت لك ما تزعفيش ما جامي الا غسل الا غسل هو بيديه صافي محننا ماشي غير ننا تبدا
في داري وحبستني. زعفتي زعفت الحاجة زعفت شكل حوالي. ما نحبش أنا الحاجة. في عندي ما تقدر بيني بعيني واللي هو يحكم فيها. وانا يغسل لك حوايجك واش حبيتي ماشي بخلنا صاي الحاجة ولا غير حقرتيني لا لا ولا ما حقرتي لي راجلي لا لا ولا ما حقرتك بنتي وقلتي لي على راجلي محننا قلتي لي على الحاجة الحاجة صبري صبري بلا ما تخلصي الحاجة وهبطة بلا ما تخلصي دوك نخرجك لا لا ما تخلصينيش حاجة ما تخلصينيش راجلي كان يسمع فيك قال لي جوزي اللي يقولها كلمة هاكي والله غير تهضري معاه كلمة الحاجة ديري في ودنك هضري معاه كلمة مع راجلي هذا اللي حطي هذا يا وخينا رجلك هذا لا لا والله ما هو هلا أنا محنان الحاجة يا الحاجة يا الحاجة ربي يطولنا في عمرك وربي يحفظك ويخليك لوليداتك ووليدات وليداتك كلامك جاع صواب الله الله عليك انتما ناس الهمة وناس المعنى على كل حال ميمتي ما هذه إلا الكاميرا المخفية فرغ قلبك للموسم الثاني